بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء ومن
سأنزل مثل ما أنزل الله. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صدق الله العظيم.